كيفاش تقيم هذه المباراة اللي فزتوا بها قبل المباراة الحاسمة في التصفيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاعبين اللي داروا مجهود اليوم. المباراة تاع اليوم مباراة تحضيرية للمباراة القادمة لتصفية كأس افريقيا وكأس العالم. الحمد لله درك كما يقول لك اليوم سينا كامل النقائص اللي كانوا في الفريق، وين حسنا شويه المردود تاعنا اللي كما يقول لك نسحقوا من المباراة القادمة ان شاء الله. والحمد لله فزنا اليوم من اعداء معنوية نحن والجمهور تاعنا اللي متشوق الانتصارات، والحمد لله ان شاء الله مازلنا انتصارات ان شاء الله. جمال سماك محمد، جمال سماك انك ولدت في منطقة الجزاء. لا الحمد لله درك كما يشوف المنصب تاعي مهاجم اللي بزاف عليا الماركي، الحمد لله ربي وفقني وين سجلت لي كراسه لصحابي اللي عاونوني والثقه تاع المدرب اللي دار فيا، والحمد لله يا ربي الواحد ما يكمل الخدمه تاع صحابه، الحمد لله ربي وفقنا كاع ربي هلال. احسنت، شكرا لك.